أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لعرض كافة المحتويات سواء كانت هادفة أو غير هادفة، كما أن لها تأثيراً كبيراً على المتلقي. ومع ازدياد أعداد المستخدمين لتلك المواقع، ظهر بعض مهووسي تلك المواقع في وقتنا الحالي، فهم يبحثون عن زيادة أعداد المتابعين عن طريق نشر المحتويات التي ترتكز على الإثارة، غير مبالين بالفئات العمرية التي تتابعهم في كافة صفحاتهم الإلكترونية، حيث يلجأ بعضهم إلى انتهاك خصوصية الآخرين دون علمهم عن طريق تصويرهم ومن ثم عرض تلك المقاطع في مواقع التواصل، بل أن فئة منهم يقومون بتصوير الحوادث المرورية أو الحرائق أو حتى المشادات التي تحدث في أي مكان بهدف الإثارة وجلب أعداد أكبر من المتابعين في تلك المواقع، غير مبالين بالقضايا التي من الممكن أن تطالهم بسبب هذا الانتهاك. فيما يرى البعض أن هذه الظاهرة هي دخيلة على مجتمعنا السعودي، مطالبين الجهات المختصة بتشديد العقوبات التي نص عليها نظام الجرائم المعلوماتية، فهؤلاء تجردوا من القيم الإنسانية عبر انتهاكهم لخصوصيات الآخرين بتصويرهم ونشرهم لتلك المقاطع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. بدر بن مشعل، للاستديو الإخبارية، الرياض.